احتفل أهالي البحرين مساء أمس بليلة القرقعون، حيث صدحت أهزوجة القرقعون التراثية في كل بقعة من أنحاء المملكة ابتهاجا ببلوغنا منتصف شهر رمضان. فهذا التقليد السنوي تحرص جمعية الخالدية الشبابية على إقامته سنويا ضمن جهودها المستمرة لإبراز التراث البحريني بمكوناته الرائعة. بهذه الأهزوجة الجميلة انطلقت مسيرات واحتفالات جابت فرجان البحرين احتفالا بليلة القرقعون. هذا التقليد السنوي الذي ينتظره الأطفال بالتزامن مع انتصاف شهر رمضان المبارك تجسده جمعية الخالدية الشبابية كأسطورة تراثية وعادة جميلة يعشقها أهل البحرين بكافة تفاصيلها. طبعا احنا متعودين كل سنه في قلالي ان ننظم فعاليه القرقعون، وهي فعاليه تراثيه طبعا احنا تعودنا عليها عن طريق الاباء والاجداد، والسنه يعني وكل سنه نحييها عشان نعلم الاجيال الجديده على هذا الموروث. وبعد من اهدافنا احنا المحافظه على هويه البحرين وعلى تراث البحرين. أهالي البحرين يفتحون بيوتهم، وبالذات رعية البيت تبرز قرقعونها وتوزع على اليهالو، واليهالو عندهم مشيدة معينة يقرقعون فيها. القرقعون هو عبارة عن موروث شعبي توارثوه الأبناء والأحفاد من الآباء والأجداد الله يحفظهم، والحمد لله يعني هنا عندنا في قلالي محافظين على هالعادة هذه اللي هي عبارة عن ليلة من نص شهر رمضان. البحرين سألت عن فعاليات القرقعون، حبيت أعرف شو هي الفعاليات، يعني ما شاء الله إشي جميل كثير يعني، وعجبني الأجواء هاي كثير حلوة منيحة، وتراث البحريني والأهل والجيران كلهم يعني بيوتهم مفتوحة على بعض. أهزوجة تراثية تتردد على مسامعنا سنويا بكلمات معبرة تجسد لنا أجمل معاني الشهر الفضيل رددها أطفال البحرين ليلة أمس بكل حب. أنا اليوم جيت أقرقع وحصلت هدايا وشاركت لعبت واستونست. أقرقع واستونس لأني أنا وايد أحب القرقعون، لأن أصلا هاي القرقعون ونس وايد الياهل، يعني إحنا وايد مستونسين الحين. ونحصل مكسرات وحلويات وهدايا. عادة سنوية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وإن ظهرت عليها ملامح الحداثة إلا أن الأطفال ما زالوا يشعرون بنشوة الفرح والمرح عندما يطرقون الأبواب طلبا للقرقعون. في ليلة القرقعون يقضي أطفال البحرين أجمل الأوقات، فيجوبون الفرجان، يطرقون الأبواب فرحين مرحين، يرددون أهازيجنا التراثية حتى وقت السحور. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.